نجموش نعملوا حاجه اقوى من اوبريت عاليه في الفرجه في القصر، وانتم تنوهوا بالعمل الفرجوي في القصر وبالعمل القصريني وبالعمل الفني في القصر. اعطونا عمل فرجوي بحت معناها يسطر ملحمه كيف ما اوبريت عاليه. بيع مش موجود. دونك اوبريت عاليه تستحق انها تطلع على ركح مسرح سيليون، مسرح عريق واوبريت ممتازة برشا معناها مطلوبة في مهرجانات، وباش تفتتح سبيت لو مازال عندها تورني في مهرجانات اخرين وتو تشوفوهم، وثم وليدات مبدعين وحاجات مبدعين. ثم انه مش بشرط علينا راهو ناجيين اللي بارتيسيبون كل نقول له راهو لي 18 عندك عرض والا راهو هما يبرروا ديجا كان جيتوا بكري راكم شفتوهم يبرروا وتوب سيكري زاد ما ينجم يعرف بها حتى حد. ومش هو معناها مش هو من الصدق انه زملائنا اللي يخدموا معانا في سونتر دار دراماتيك ولا في الهيئه ولا في كذا يبدا يعرف فنان باش يجي يمشي يقول راه الفنان هذاك باش يجي، وبعض الناس يقول مش فيه ما قاليش ما يقولكش ثم ندوه صحفيه تو نعرضوا فيها تو نعرضوا فيها العروض اللي باش تكون موجوده وكفى وسلامه. دونك بالنسبه لنا اوبريت عاليه عمل يستحق انه يكون على ركح مسرح السوريون نقطه.